انا معايا الحاج سعيد منين؟ من كفر الشيخ، من الجيزه. يا حاج سعيد. استاذ هشام، استاذ هشام اهلا بيك يا فندم. ازيك يا باشا؟ الحمد لله. ازي حضرتك يا باشا؟ الحمد لله. عاوزين تجوي ذره، عاوزين تجوي ذره وتجوي فاصوليا بيضاء جيزه 6. عاوز تقوي ذره وتقوي فاصوليا بيضاء. تجوي فاصوليا بيضاء جيزه 6. طب انت ليه ما بتروحش الاداره المركزيه للانتاج التقاوي؟ نعم، الاداره المركزيه للانتاج التقاوي. طب هي نزلت؟ حضرتك سالت؟ ما سالت ان شاء الله. انا سالتك مره وما سالتش، مش عارف نزلت ولا لسه. نسالك احنا ونجاوب عليك. حاضر، ريحك. بس خلي بالك انت من الجيزه، يعني مش بعيد عن مركز البحوث الزراعيه. انا عايزك لو سمحت، بما انك راجل مزارع وبتسال على التقاوي المعتمده، عايزك تروح وتزور الناس دي، تروح مركز البحوث الزراعيه، روح روح قسم الذره، اسال على رئيس قسم الذره في معهد بحوث المحاصيل الحقليه، هتلاقي الراجل ده او الدكتور ده العالم ده بيستقبلك وبيتكلم معاك. قول له ايه الاصناف الجديده، اجيبها منين. انا عايزك تبقى في علاقه ما بينك وما بين مركز البحوث الزراعيه، هتستفيد، انت قريب مننا. بشكرك. ماشي يا باشا. العفو.